هلو، دي اخر بارت من ايفنت النهارده، واخر سيشن يعني هتبقى انفورماتيف اكتر، اند ذن اخر حاجه هتبقى اور بيرفورمانس بعد ذس بانل. و ام فيري اكسايتد فور توديز بانل علشان اور 3 بانلستس ار فيري انترستينج بيرسوناز. وذس تيكس مي لحاجه شويه بتفكرني بالجامعه. احنا دايما واحنا في الجامعه كل حد كان عنده كده سبيسيفيك بيرسونا، حد بيحب الميجر بتاعه، بيحب مثلا هندسه وعارف ان هو هيشتغل فيها، حد تاني هو فيري كرييتيف فيري ارتستيك، حد من الاول اصلا عايز يعمل هيز اون بزنس. فالنهارده اور بانل ويل بي فيري انترستينج عشان كل حد فروم اور بانلستس كان عنده هيز اون تراك، وفي منهم كمان بداوا من الجامعه. فليتس ستارت وذ محمد حازم، كلمنا اكتر كده في الجامعه كنت ويتش بيرسونا، كنت بتعمل ايه؟ انا اولا كنت صيدله جي سي هنا طبعا. انا بدات شغل في السوشيال ميديا من وانا في اولى جامعه، وكان سوشيال ميديا الاكل تحديدا. يعني انا اكس المنيوز 5 سنين، انا اللي كنت بعمل كل الريفيوز اللي كانت بتنزل على المنيوز باسامي مختلفه، دي كنت انا. يعني في 2016 تحديدا انا عامل اكتر من 320 مطعم، كلهم نزلوا باسامي مختلفه، كلهم انا اللي عاملهم. وكنت في الجامعه وكنت مبسوط جدا جدا باللي انا بعمله. يعني كنت متوقع ان هتبقى دي حياتي بعد كده، خلاص انا شخص سوشيال ميدياجي وخلاص، الصيدله دي انا اكمل فيها، هاخد الشهاده وههرب خلاص. بس اللي حصل بعد كده ان انا لما جيت اتخرجت لقيت ان مفيش سوشيال ميديا، كل الكلاينتس بتوعي ما بقوش موجودين، سبت المنيوز، فاضطريت ان انا اتجه ان انا ارجع تاني اشتغل في صيدله. فاشتغلت ميديكال ريب، ومن هنا بقى بدات رحله البحث عن ان انا عايز ارجع تاني للي كنت بعمله. بس ده باختصار يعني. امبارح لما كلمتك امبارح كنت بكلم حازم لاول مره، وانا طبعا عارفه ان يوم الخميس بالنسبه لحازم لازم بشاميل الخميس، حتى لو يوم الوقفه هناكل بشاميل برضه. بالظبط. الاوفيس كله عارف، حتى مامتي في البيت عارفه ان حازم النهارده بيعمل بشاميل. كلمته قلت له حازم انا ميرال، بكره اور ايفنت، عايزين نتكلم شويه، 5 دقايق بس وهكلمك. انا قلت هو اكيد البشاميل على النار، بس ما رضيتش اقلش القلشه دي. بعد كده سالته طلع فعلا البشاميل كان على النار وكان هيبرد. سري. ايوه. كنت بتعمل ايه في الجامعه؟ طيب جماعه، هو انتوا سامعيننا وصاحيين صح؟ تمام، عشان عارف احنا اخر حاجه خالص، فعايز اتاكد بس ان الناس صاحيه ومعايا. حلو، هي اخر حاجه بس الزس حاجه، فمركزين. طبعا كده كده 3 دي سي جاد. طيب انا عمر سري، انا كنت ميكاترونكس انجينيرنج جرادويت، اتخرجت من هندسه 2017. بس في الجامعه اكشلي كنت بعمل كل حاجه غير هندسه، يعني كنت بعمل ستودنت اكتيفيتيز كتير، اكسترا كريكولر اكتيفيتيز على قد ما اقدر. في سنه مسيه انا فاكر كنت تقريبا بعمل 3 حاجات في نفس الوقت، تيم ليدر جرادويشن، تيم ليدر امبلويمنت فير، وكنت فند ريزنج هيد لام يو ان. فاكشلي كنت بحاول اشوف ايه السكيلز اللي ممكن الواحد ياكواير مختلفه تطوره اون ذا سوفت سكيل ليفل انتلكتشوال ليفل، غير ان هو يتخرج ان هو مهندس او التكنيكال فيلد يعني اللي هو بيدرسه. فده كانت شخصيتي كده ان ناتشل في الجامعه يعني. وريلي ريكومند انه انا عارف معظمكم ممكن يكونوا خلاص سينيورز، بس بجد بجد لو في عندكم اي وقت او اي فرصه ان انتوا تخشوا اي اكتيفيتي اي ايفنت، الكلام ده كله الشغل جنب الجامعه، اذا كان في اكسترا كريكولرز او حاجات تانيه مختلفه كوميرشال كنت بعملها، بجد اكتر حاجه انا مش ندمان عليها، بالعكس اكتر حاجه انا لو رجعت تاني هعملها مره واثنين وثلاثه بعد ما اتخرجت يعني. ده كده ان ماتش. عمرو، يور بيرسونا في الجي سي كانت عامله ازاي؟ مساء الخير، انا عمرو كواشتي 31 داش ميكاترونكس جراديويت. لما دخلت الجامعه وبدات كنت شايف نفسي الكارير بتاعي هيبدا في هندسه وهيكمل في هندسه وهبقى مهندس. بعد كده في خلال ال5 سنين الواحد البوينت اوف فيوز يعني بتاعت حياته كلها بتتغير. الكارير بتاعي بدا في
انا في سمستر 6 في 2016 رحت جي سي برلين وكنت انترستد قوي ان ذا ستارت اب ان ذا ستارت ابس وورلد كده ونفسي اجرب ابقى يعني امبلوي في ستارت اب فاي كابت ابلاينج وانا في برلين بدات اول شغلانه كانت جروث هاكينج في بيرفورمانس ماركتنج بعد كده فضلت قاعد هناك شويه بقيت اي سمستر بيتفتح هناك باخده عشان انا عندي شغل هناك وكانت حياتي ان انا خلاص انا اي فايند ماي سيلف هير هتخرج هرجع برلين وابتدي حياتي لحد ما اي كو فاوندد انيو شو في اخر سمستر ليا في الجامعه و long story short 3 years later I'm here I'm full time employee at انيو شو. حلو قوي. بيرسونا بتاعت انا عايش في برلين بيروح سمستر ابراد ويقول انا عايش في برلين. اه بس انا قعدت شويه في برلين. عايشت بجد. طيب حازم بينج امدك الراب الترانزيشن بقى حصلت ازاي ان انت سبت ان انا سبت السوشيال ميديا واتجهت الميديكال راب؟ يعني انت ما يعني ما سبتش السوشيال ميديا في الاول كملت ميديكال الراب and then ازاي بقى وانت ميديكال الراب عملت كده ودلوقتي انت اصلا مش ميديكال الراب يعني الترانزيشنز دي حصلت ازاي؟ القصه كلها ان انا اشتغلت في شركه ادويه لمده سنتين وكنت ميديكال راب واصحابي كلهم يعرفوا ان انا من ايام ما كنت في الجامعه وانا يعني اقول لهم بصوا انا اكتر حاجه ممكن ما اعملهاش في حياتي ان انا اشتغل ميديكال راب واشتغلت ميديكال راب ما لقيتش غيرها ما كانش فيه بس وكنت في الوقت اللي انا بشتغل فيه ميديكال راب انا كنت بشتغل طبعا 5 ايام في الاسبوع كنت بصور فيديوهاتي اليومين بتوع الاجازه ابتدت الدنيا تمشي وابتدت الارقام تزيد ابتدى يجي لي اعلانات ابتديت اشتغل ابتديت اطلع فلوس من ده بس في نفس الوقت انا جسديا ونفسيا مدمر يعني انا ما عنديش وقت لاي حاجه انا ما عنديش اجازه زي بقيه الناس انا يومين الاجازه بصور فيهم فبالتالي حصل تقلبات في الشركه اللي انا كنت فيها واللاين اللي انا كنت فيه قفل وودوني لاين تاني وكده فساعتها حسيت ان لا اتس تايم تو كويت اتس تايم تو جيف ماي تايم للحاجه اللي انا خلاص انا دي بحبها وعايز اديها بقيه حياتي وعايز اطور فيها واطور من نفسي فنقلت بقى يعني خلاص سبت الشغل واتجهت لده وكان قرار صائب جدا وقرار زي ده عمري ما كنت هاخده يعني غير طبعا بالسبورت بتاع اهلي اللي هم دي سبورت مي في كل حاجه وفي كل خطوه يعني انا لما جيت قلت لهم كده بابا قال لي شوف اللي فيه العقل واعمله وذات وير اي ديد يعني وطبعا بشكرهم هم يعني هم هناك اهو وهم ال 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 يعني بابا هو اللي بيصورني وماما هي اللي بتساعدني they always support me في كل 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 حاجه يعني يعني اصحاب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. بوينت حلوه قوي يو ريفلكتد اون هي بارت الميديكال هيلث او يعني بينج اوير اوف ازاي الشغل او الجامعه او وات ايفر اي حاجه از افكتنج يور ميديكال هيلث your mental health medical rep عملتي خلط ما بين طيب بس ساعات بيبقى في زي فاين لاين كده ما بين انه انت عارف ان دي خلاص انت you gave this thing its time وانه it's over وما بين انه كل الشغل صعب او كل الشغل متعب ازاي يعني قدرت تحدد او عامه ازاي حد يحدد ما بين انه هو الشغل in general متعب وصعب وان انت خلاص it's over وانه الموضوع ده بيجي على your mental health your life in general. هقول لك حاجه حلوه قوي. انت عندك دلوقتي 3 نماذج تمام، واحد برايفت بزنس، واحد كوربريت لايف، انا واحد كونتنت كريتر. الثلاثه اللي قدامك دول سعداء جدا باللي هم بيعملوه جدا. عمر انت في كوربريت لايف تمام، بس هو مبسوط ليه؟ لان هو بيعمل الحاجه اللي هو نفسه فيها، هي ملهاش علاقه بانت فين، هي ليها علاقه بان انت مبسوط. الصحه الجسديه كده كده انت بتبقى مرهق لما بتشتغل وبتروح وبتيجي، بس الصحه النفسيه هي رقم واحد. انا نفسيتي عامله ازاي؟ انا حاسس ان انا بضيف لنفسي، حاسس ان انا مبسوط من اللي انا كل يوم بعمله، حاسس ان انا لما باجي اقوم من النوم انا رايح اعمل حاجه هي فعلا انجاز مبسوط بيها، ولا حاسس ان انا بعد ايام وخلاص وبعد فلوس؟ ما هي دي مش حياه
يعني انت بتشتغل علشان ايه؟ بتشتغل علشان تكون نفسك وتتجوز وتخلف وتصرف على اولادك وتموت في الاخر؟ لا، ادور على نفسك الاول وبعدين ابدا ادور على الحاجات دي. بس ده دي دي this is my point of view في الحته دي بالذات. Makes complete sense. و being يعني in a corporate ده ياخدنا لسري my corporate partner. احكي لنا how did it all start بقى بعد ما اتخرجت من الجامعه. Sure. طيب هرجع step back كده. ال graduation project بتاعي كنت عامله في المانيا في بريمن، فشفت هناك ستاندرد قوي قوي للميكاترونكس in terms of professional career. يعني للأسف احنا في مصر لسه رايحين ان شاء الله، يات احنا لسه not there yet. وانا بتخرج كان عندي بس سؤال، هو في ايه تاني ممكن اعمله يعني غير الكارير لو هاخده الموضوع technical قوي كميكاترونكس engineer، especially ان انا لو كنت اشتغلت ساعتها في مصر ممكن معظمكم فاهم ده مش هيبقى ميكاترونكس انجينير قوي، يعني الناس اللي ميكاترونكس فاهمه قوي ان بنعمل حاجات شبهها شويه او حاجات جنبها شويه بس مش في الكور بتاع ميكاترونكس. وانا كنت بحب الميكاترونكس قوي بس ما كنتش لاقي اللي انا شفته هناك. ف I decided to explore which is واحده من الحاجات الكي، لو بجد انت مش عارف عايز تعمل ايه او مش عارفه عايزه تعملي ايه مفيش اي مشكله ان انت تخلص او تخلصي وتكسبلور. فأنا عملت كده. I did not apply على vacancies، كنت بقدم على internships أكتر. ومن هنا بقى ابتدت القصة في industries مختلفة according to my understanding للmarket من حاجات زي اللي انتوا بتحضروها دلوقتي دي by the way employment fairs و career development programs and so. وساعتها قدمت في اثنين industries مختلفين وابتديت أول internship في PepsiCo as a supply chain candidate يعني أو intern، وده فهمني اكتر بقى العالم بتاع الكوربريت يعني او الاف ام سي جيز، وفهمت اكتر ان انا جوايا حته كوميرشال. انا كنت شغال في الجامعه حاجات زي ما كنت بقول لكم في الاول مينلي كوميرشال، فابتدى البوتنشال بتاع الكوميرشال ده اكتشفه. عشان كده برضو بيلدينج على اللي كنت بقوله في الاول، بجد اكسبلور يور سيلف وشوفوا ممكن، او كل حد فيكم اكيد بيعرف يعمل حاجات مختلفه تماما عن اللي هو بيدرسه، ممكن يكون البوتنشال الحقيقي بتاعه لسه فيها هو لسه ما اكتشفوش. فمن هنا بقى التوك مي ان انا apply على management trainee program which is another thing I really recommend ال management trainee programs، لأن هي you do not feel you're stuck خلاص في vacancy اللي انت فيها دي وهو ده الكاري، لا انت لسه برضو جوه الكوربريت yet exploring different functions or departments و industries كتير خلاص دلوقتي ده الconcept بتاعها في hiring، إذا كان FMCG إذا كان banking إذا كان construction. أنا يعني بشوف examples كتير من الـ من الـ من الـ trainee programs أو الـ graduate programs يعني، فـ it's really highly recommended. وساعتها ابتديت ألف على حتة commercial وأشفت بقى الـ stereotype of إن مهندس بيطلع يشتغل في FMCG لازم يشتغل في supply chain، لا خالص. كل حد فينا عنده set of skills مختلفة تماماً، pharmacists بيشتغلوا في marketing، engineers بيشتغلوا في marketing وفي sales and so، فـ you're never limited لحاجة، كل واحد فينا عنده ذا a very unique set of skills and criteria and competencies اللي ممكن تطلع potential هو مش متخيله دلوقتي. ومن هنا ابتدت القصة بقى ان انا اشتغلت شوية في الكوميرشال، لقيت ان انا بتعلم حاجات مختلفة تماما، discovering and exploring the potential اللي انا ما كنتش شايفه ده، والحمد لله it was taking me في حتت كويسة وفي successes وفي achievements، ولقيت نفسي بتعلم اكتر في الفيد وقادر add value لنفسي وللمكان اللي بشتغل فيه. فthis is what kept me going plus no challenges. كل ما بحس ان الموضوع challenging اكتر، كل ما انا as a person I'm motivated by challenges. ف actually ممكن اقول ان corporates ممكن تكون من احسن المكان اللي بن experience فيه challenges و pressure، and the more you do good you excel فيها بحس اكتر ب satisfaction، بحس ان انا بروح في اماكن وبكبر وبتعلم حاجات مختلفة عن نفسي وبقاد values مختلفة للاماكن اللي انا فيها. فالحمد لله I kept on going في الدايركشن ده and I was really happy. حاليا انا النهارده بشتغل، انا حاسس ان انا ما قلتلكوش انا بعمل ايه. بتعمل ايه يا سر؟ طيب انا بشتغل كي اكاونتس مانجر، كي اكاونتس سيلز مانجر في لوريال حاليا. باي ذا واي الشغلانه دي از ستيريوتايبد ان هي شغلانه للولاد بس او للرجاله، بس ده مش حقيقي خالص. ما فيش حاجه اسمها في بنات كتير بتشتغل كي اكاونت سيلز مانجرز في اف ام سي جيز اند سو. فانا حاليا النهارده بشتغل اكاونت سيلز مانجر في لوريال يعني.
وانا كمان بس ومرول كمان سنة ماركتنج عادي شغلانة بنات. طيب انت ميلي كنت بتكلم على challenges و corporates are very challenging بس it's very satisfying فعلا. وده بياخدنا لتشالنج تانية خالص وهي starting your own business. عمر قولي how bad did it start, يعني اخر سنة جامعة when you started in your show بدأت ازاي؟ انا بدات في اخر سمستر يعني وحكايه ازاي بدانا it also started with a coincidence, a very funny one. انا I have a co-founder عز كان صاحبي, we were not close friends يعني بس كنا في نفس السيركل. وبعد كده انا من زمان قوي interested في الستيتمنت سوكس, ده ما كانتش موجودة هنا خالص في الماركت, فكنت دايما لما كنا بنبقى مسافرين بنجيبها أو بنخلي حد يجيبها لنا من برا. لحد ما في مرة بالصدفة كان منزل ستوري على انستجرام مصور شراب أنا عندي زيه, فأنا كنت قاعد زهقان بتفرج على الستوريز فقلت له بقولك إيه, إحنا لازم نفتح لاين شرابات مع بعض. فقال لي أنا مش عارف أنت بتهزر أو بتكلم جد, بس أنا شايف إن دي إن في opportunity قوي في الحتة دي, وأنا already يعني did my own research على suppliers وكده. فقلت له لا أنا مش بهزر, أنا بكلم جد, إيه ده, طب هات نمر التليفونك, طب تعالى ننزل نتكلم. And it all started from here. دلوقتي ال conversation دي framed عندنا في الأوفيس, عشان this is literally how in your shoes started. Very interesting. But يعني tell us more about يعني it was a cool idea at the beginning وما كانش في a lot of competitors in the market. But starting a business مش دايما يعني it's not only about having a good idea. It's about sustaining the business. ف how did you sustain it أو إيه اللي خلاكوا توصلوا ل in your shoe today? Back then, 3.5 years ago, we had يعني خلاص وإحنا we have يعني it might be a good idea, but we still don't have a product market fit, we don't have the resources, we don't have the know-how in e-commerce, in fashion, في كل الحاجات دي. بس فبدأنا we did our own research, بعد كده قررنا نبدأ an MVP, which is something very important for anyone who wants to start their business. إن إحنا we have a lot of ideas, but we don't have the resources for those ideas, and we still need to get the product market fit. فقلنا احنا هنبدا a minimum viable product. We start very small with our own resources. رحنا اتكلمنا مع السبلاير, فاكتشفنا ان في التصنيع في حاجه اسمها MOQ minimum order quantity. فالريسورسز بتاعتنا باك ذن كانت تخلينا نعمل بالظبط 7 designs of normal socks. فقلنا خلاص اوكي, we gonna do that. ما كانش في ويب سايت, ما كانش في اي spending ثانيه. احنا بدأنا بانستغرام بيج, واحد صاحبنا عنده كاميرا صور لنا الشرابات على وايت باك جراوند, ورحنا ادينا المصنع كل فلوسنا. احنا بدأنا بثمن, كل واحد فينا دفع ثمن ايفون باك ذن, كل انا وعز كل واحد فينا يعني decided to invest in this idea ب 15,000 جنيه. بدأنا في بلكونة اوفيس بتاع صحابنا, واحنا الاول فيز دي كل اللي محتاجين نثبت ان والله الايديا اللي في دماغنا دي فعلا there is a need for this. دي كانت اول فيز. بعد كده we launched, we had a very good feedback. الناس اخذت البرودكت بتاعتنا, اشتريته, لبسته مره عجبها, اشتريته تاني and so on. We started to move to the other phase. We are interested in e-commerce, we are interested in fashion, we want to have a full fashion brand of multiple lines. The challenge اللي بتقابلنا كل يوم, احنا خلاص وصلنا الاوبجكتيف ده, that احنا we help people to express themselves through fashion, we help people to express themselves by offer them cool items. So we need to stay cool all the time. We need to stay relatable all the time. And this is يعني a very huge challenge for us, خصوصا لو احنا شغالين in fast fashion. It's literally called fast fashion. Things moves very fast.
ولو انت ما تحركتش بنفس السرعة ولو انت ما يعني if you didn't follow up the trends, if you didn't scale enough to start to set your own trends, you're gonna die. ويعني there are a lot of brands they were like 100x bigger than any issue and they died because they didn't follow the trend, they didn't stay cool. ف يعني for me, for us, for the whole team, this is our challenge. We need to stay cool. Being agile is very important. أكيد مش بس في e-commerce يعني in general. But it's very interesting that you started with a very small idea. ودلوقتي you have يعني other products and you have an actual store, a physical store. ف that's very interesting. حيثم انت you started your interest in cooking والأكل والمنيوز من وانت في الجامعة which is a very good time for يعني أي حد to start experimenting or trying new things. كلمني أكتر بقى إزاي يعني how it went viral أو how did it go big. Okay. الفكرة كلها ان انا اما كنت شغال في المنيوز دي كانت بداية فكرة الفود بلوجرز في مصر بشكل عام. انا كنت ماسك المنيوز بلاتفورم كبيرة فكنت انا I can support all the food bloggers من البلاتفورم الكبير بتاعي ان انا اعمل لهم ريبوست. كان انستجرام في وش ستوريز حتى كان في ريبوست وده بيجيب فولوورز وكده. بس انا كل ده انا شغال من ورا حاجة يعني مش باسمي, انا شغال باسم شركة باسم حد تاني. قعدت كده 4 سنين لحد ما ابتديت اكتشف ان انا باخد مرتب ضعيف جدا, هم بيكسبوا من ورايا كتير جدا, وانا I'm the one who has the talent. انا اللي اقدر 130 اسم ايه 130 اسم كنت عامل كام اكاونت ما مش شخص واحد كمان. فابتديت اقول طب انا عايز اعمل حاجه لنفسي. كان ساعتها خلاص كل الفود بلوجرز اوريدي ليهم اسامي وشغالين وكده, وانا كاسم انا ما حدش يعرفني, انا شخص فيك بتكلم من ورا شاشه اساسا. فقررت ساعتها ان انا يعني كان الفود بلوجرز ساعتها كل بيعمله ان هو يعمل ريفيوهات للمطاعم بس. فساعتها انا اللي دخلت فكره الفيديو ريسيبيز وقتها, ده كان موجود في الخليج وكده بس ما كانش في حد بيعمله في مصر وقتها. فلما عملت كده ان هو فيديو دقيقه ممكن نعمل في الدقيقه دي يعني ممكن نعمل خروف في الدقيقه دي. فالناس ابتدت ايه اول فيديو كان باستا, عملت باستا بس فروم سكراتش بس مش بشاميل. لا مش بشاميل بس فالفيديوز كانت ساعتها حاجه جديده علينا هنا في مصر. الفيديو الدقيقه ده الناس ابتدت تتفاعل معاه بشكل لذيذ جدا. لقيت الحاجه بتجو فايرل رغم ان يعني اي حد بيفهم في السوشيال ميديا عارف ان الانستغرام از ون اوف ذا هاردست بلاتفورمز تو جرو ان, يعني مش زي الفيسبوك او التيك توك او كده. فانا هو كان اهتمامي في المقام الاول انستغرام, انا كنت حابه وحابب المينتاليتي بتاعه الاودينس بتاعته. فبدات بانستغرام لقيت الدنيا بتجو فايرل, اتبسطت جدا. بدات ساعتها انا كنت ساعتها يعني انا بدات بالظبط بترابيزه في الصالون بطبخ عليها واشتريت ايفون. بعد ما اشتريتهم ما كانش معايا فلوس خالص, كنت ساعتها لسه متخرج ومش لاقي شغل وبتاع, بس امنت بالحاجه اللي انا بعملها جدا لدرجه ان انا كنت اي فلوس بطلعها مهما كانت بسيطه كنت بانفستت في اللي انا بعمله. بجيب بقى بعمل اكلات اصعب واغلى, اعمل حاجات, اعمل فيديوهات كتيره, اجرب مطاعم كتيره. This what made me popular في وقت قصير, وبعد كده الناس عرفت ان ده الشخص اللي كان بيعمل كذا وكذا وكذا بس مش باسمه. يعني كان لازم ان هم يعرفوا حاجه زي دي, ان هو انت تعرف ازاي كل المطاعم دي مثلا. قلت لهم يا جماعه انا عملت كل ده زمان بس محدش كان يعرف, كانت اسامي كلها فيك الحقيقه. بس that's the point. يعني الفكره كلها بالنسبه لي في ان اول واحد ما يعني ما يفكرش ان الموضوع بعيد. الواحد يعني خلاص طالما انت مؤمن بالحاجه اللي انت بتعملها اعملها بقى وخليها على الله هتيجي يعني. بس يس وحلو قوي ان انت يو ستارتد بدري, يعني حتى لو في الاول كانت يور اكسبيرينس ما كنتش اكسبوزد قوي بس اتليست انت عرفت ان انت دي الحاجه اللي بتحبها. واهم حاجه من الحاجات اللي فعلا مهمه ان الواحد فتره الجامعه دي من اهم الفترات في حياه الواحد.
ما يعتمدش على ان هو فعلا بيدرس وخلاص. يعني الدراسه دي دلوقتي في الوقت اللي احنا عايشينه ده ناس كتير قوي 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 مش بتشتغل بشهادتها، فانت لازم تفكر وتدور على ان انت تنمي عندك سكيلز ثانيه. الشغلانات البيزك بقت ساتوريتد. الناس دلوقتي في كام صيدلي بيتخرج، في كام واحد عايز يبقى ميديكال ريب. بس فكر دايما في الحاجه اللي تميزك، فكر في الحاجه اللي انت عايز تعملها بقيه حياتك. انا عايز اصحى من النوم اروح اعمل ايه، مش انا مجبر اروح اعمل ايه بس. Yes. وفيجرينج ات اوت از فيري امبورتنت. وسري برضو كان يعني مقرر من هو في الجامعه ان هو عايز يشتغل في كوربريت او في اف ام سي جي او فاليو لو مش كوربريت. بس ايه اللي خلاك يعني توصل للكونكلوجن ده او تقرر ان انت you're 100% sure ان انت عايز تشتغل في كوربريت او في يعني specific direction؟ اوكي طيب، هو طبعا انا يعني I did not graduate concluding، يعني كان عندي direction through بقى experiences عديت بيها في الجامعة، through networking مع ناس اكبر مني يمكن شوية في الكاريرز بتاعتهم في بيشتغلوا ايه، الناس اللي I was looking forward و aspiring to. يعني فاتخرجت بconclusion ان في زي فريم كده انا عايز ابقى within، وده اللي كنت بقوله من شوية. I started exploring بقى، يعني لما ابتديت apply للinternships كان عشان احاول افهم اكتر وان انا ما حسش بس ان انا I'm jumping into خلاص first step of the career من غير ما اكون عارف ايه behind. الريسيرش مهمة قوي، النتوركينج مهمة قوي مع ناس سابقك شوية في المرحلة العمرية او في الكارير، examples لناس you were in contact with واشتغلت معاهم، حاجات زي كده. فطبعا step by step بقى لما ابتديت لقيت انه انا يعني انا بكتشف حاجات مختلفة عن نفسي، بتعلم حاجات مختلفة اقدر اطور نفسي بيها. زي ما حازم كان بيتكلم من شوية، هو learning is key. احنا عايشين في عالم that is very dynamic، ولو ما عندكش يونيك ايدج يور لاك بيهايند بيج تايم. ف بليز دايما فكروا في ازاي اقدر انفست لنفسي، ازاي اقدر ابقى عندي يونيك ايدج بتاعي، انا شخصيا بعمل كذا احسن من اي حد، او ممكن ابقى في يوم من الايام احسن واحد بيعمل القصه دي. دايما لوك او تشيز دايما الفكره دي عشان دايما تقدر تبقى ديستينجويش، دايما تقدر تبقى او تبقي مختلفه عن بقيه الناس يعني. ومن هنا ابتديت الاقي نفسي زي ما بيقولوا في الفيل ده، بتطور، بتعلم حاجات مختلفه، بلاقي نفسي بفكر بطريقه مختلفه، فيدباك بيجي لي من السوبيريرز بتوعي ممكن يكون لا ان يو كان جو بليسز اند سو، الحمد لله. فدي حاجه مهمه قوي انه along the way you're validating your steps. يعني انا I was exploring انه الكارير ده او الدايركشن ده هو ده ممكن يكون حاجه مناسبه بالنسبه لي، لاقي فيها نفسي حابب اروح، تشالنج كفايه ان انا اصحى من النوم كل يوم بدري عشان انزل اعمل الحاجه دي. لو الاجابه ولو كل يوم انا برجع ابص ورا احس ان انا لا انا النهارده كبرت شويه، النهارده اتعلمت حاجه مختلفه شويه، الجروث ترند بتاعي از ريليفنت تووردز الاكسبيرينس اللي انا بشتغلها، وفي ليرنينج حقيقي بيحصل، شايف ان انا بالترند ده هبقى في يوم من الايام في مكان انا شايفه او رسمه لنفسي متخيله فاليديتد، يبقى كمل في نفس الاتجاه او كملي في نفس الدايركشن. Otherwise لا، محتاج اعمل تاني exploration، ارجع تاني اعمل research واشوف انا ايه اللي اقدر اطلع فيه فعلا البوتنشال بتاعي يعني. It's very important ان انت you are aware كمان of the market. يعني زي ما قلت في الاول انه for example mechatronics market it's not يعني كان ساعتها it wasn't yet developed. هل دلوقتي بقى developed ولا لا؟ لا ما يعني انا بقالي 5 سنين بعيد، بس هنخليهم يعملوا ريسيرش بتاع اعتقد ان احنا لسه شويه برضو في حته بالذات ديزاين. يعني انا كنت حابب قوي حته كنترول ديزاين دي، ف ديزاين اعتقد لسه شويه ان انت تكرييتي حاجه هنا في مصر يعني. اوكي بس طبعا ريسيرش از كي، وريسيرش مش برضو حبه جوجل وخلاص يعني. ريسيرش از اكسبيرينس باي ذا واي. ها يعني انا في وقت من الاوقات لا انا كنت رايح المانيا بمايند سيت ان انا عايز اشوف الناس دي بجد هم دول بتوع الميكاترونكس، طيب يلا نشوف بقى الناس دي بتعمل ايه. لحد الكور بتاع البرودكشن لاين بتاع مرسيدس بنز مثلا، لحد الان هاوس بتاع سيمنز اند هاو دو دي ديفلوب الروبوتك سيستم من المسامير ولسه
اول الكود واول الالكترونكس اللي فيه لحد ما يبقى فولي انتجريتد سيستم يعني ميكاترونيكال سيستم. فده ريسيرش ان انت تاخدي اكسبيرينس زي دي تقعدي 6 شهور وتدرسي 6 شهور تعملي بروجكت وتخلصي وترجعي. حلو قوي. طيب هل ده موجود هنا؟ لا. طب هل انا هقدر اطلع فيه ماي ماكسيمم بوتنشال؟ اف نوت لا. طب ما تيجي نشوف ايه الحاجه الثانيه المختلفه اللي وي كان بروسيد وذ او نقدر ناخدها كتاني مايلستون ان هو يعرفني اكتر عن نفسي وعن الماركت اللي موجود في مصر. باي ذا واي يعني ريلي 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 بيج ابلوس لسكاد اوفيس وللبروجرامز اللي انتوا فيها النهارده. يعني من 5 سنين وانا في الجامعه انا حضرت نفس البروجرام ده. سمعت من ناس في كوربريتس كتير وكوربريتس مختلفه على الحاجه اللي بيعملوها وعلى الفيلدز بتاعتهم. الامبلويمنت فيرز اوز برده كين ان انا ابقى موجود في الامبلويمنت فيرز اللي بتحصل نتورك واتكلم مع الكوربريت ستيك هولدرز اللي موجودين من ديفرنت اندستريز من ديفرنت مايند سيتس. ده لوحده is a very big research. ده بيتري يكون الفكره بتاعه الجرادويت او الكاليبر عامه السوق شكله عامل ازاي، الناس دي بتتكلم انهي لغه، اللي بيشتغلوا في الحته دي الاندستري دي بتفكر ازاي، الناس دي بتدور على ايه النهارده. زي ما كانت رانا بتتكلم قبلي في لوريال برزنتيشن انه النهارده لو انت ما عندكش او ما عندكيش حاجه مختلفه you will not stand out. ف كل دي ستيبس تقدر تخليكي او تخليك فاهم اكتر نفسك وفاهم اكتر السوق اللي انت eventually you're gonna offer نفسك عشان تبتدي تشتغل فيه او تاخد تراك معين فايا كان. واي ثينك ان احنا الثلاثه واحنا بنتكلم كنا بنتكلم في نفس الفكره انه لازم تبقى مؤمن ان انت مهم قوي تبقى عندك الحاجه اللي انت مقتنع بيها ومؤمن بيها وشايف البوتنشال بتاعك فيها وعايز تكمل فيها ايا كانت هي في انهي تراك فيهم. ثانك يو. دي حقيقه. احب اشكر برضو سكاد اوفيس ان هم جابونا النهارده. انا حتى يعني وانا في الجامعه برضو كنت بارت اوف يعني الاكتيفيتيز دي وذا امبلويمنت فير جرادويشن ستودنت اكتيفيتيز سي دي بي سي بي دي. فا اتس فيري امبورتنت يعني تو نو ذا ديفرنس بتوين الاكاديميكس علشان it could be sometimes very technical زي ما كنت بتقول حاجات very very technical ومش بيبقى ده يعني ال job market ما بيبقاش similar ممكن يبقى حاجة مختلفة you might like it you might not like it ف it's very important to compare ما بين ده to analyze how it's going if you are a good fit ل the market ولا لا. ف this is very interesting وده بياخدني العمر. أنا اكتر حاجه حسيتها very interesting في your shoe part analysis and how you analyze the market قبل ما بتنزلوا a new product how you يعني قلت لي برضو في الاول when you يعني اول when you started the MVP you tested on some consumers and then دلوقتي بعد كل ده you still ask for feedback. فيعني tell me more كده about ازاي consumer centric you are and how you analyze يعني الباترنز دي وبرضو ازاي بتاخد insights من numbers. يعني numbers are very important ازاي بتقدر تاخد insights من numbers دي. زي ما ميرال قالت احنا لما بدأنا كنا اول phase اللي محتاجين نعمله to get يعني the product market fit. ف يعني عملنا very simple survey سألنا يعني our closed circles كده we posted على فيسبوك ايه الديزاينز اللي ايه انواع الديزاينز اللي ممكن تحبوا تشوفوها البرايسنج how much are you willing to pay for such product اخذنا راي صحابنا في البراندنج واحنا شغالين عليه. بعد كده لحد النهارده يعني in e-commerce in fashion retention is very important especially when you are building a brand انا عايز الكاستمر يشتري مني مره واثنين وثلاثه ولو حصل له مشكله احلها له retention مهم قوي فلحد النهارده we see and we check every single feedback we check every single review قبل كل product line لازم بنعمل our own research ساعات بيبقى publicly ساعات عشان ما نبقاش الستانت يعني بنبتدي نسأل ال close friends circles اللي حوالينا ساعات بنشوف ناس لابسين الحاجة في
اي حته بنروح نتكلم معاهم بتبقى بيبقى احساس لذيذ قوي ان جنرال لما بتلاقي حد لابس كده حد ما تعرفوش لابس يقول برودكت. في اي حد هنا بيشتري من انيو شو؟ في اي حد لابس حاجه من انيو شو دلوقتي؟ في حد لابس انيو شو؟ ممكن بعد اذنك تيجي هنا. لا مش دلوقتي مش دلوقتي بعد ال بقى يعني كنت عامل حسابي كده ان انا هسال السؤال ده على الستيج ولو اي حد لابس حاجه من انيو شو هديله فاوتشر كود ب 1000 جنيه. فاستاذنك ممكن تيجي بعد بعد التوك هنا. بس فاللي احنا بنحاول نعمله برضو ان احنا بنبقى داتا, احنا داتا دريفن براند جدا. دي ميزه من ميزات الاي كوميرس. احنا دايما وير وركينج اون داتا, بنشوف ايه اللي عجب الناس ايه اللي ما عجبش الناس, لما غيرنا ايه الكونفرجن ريت اختلف بنسبه 0.01% في البيج ايفنتس زي البلاك فرايداي وسبند كابل مانث افتر, بنشوف احنا عملنا ايه صح عملنا ايه غلط. بنبتدي preparations والحاجات من قبليها بفترة كبيرة قوي. ان انا دايما بفكر ان الفرق بيني وبين او يعني بين انيوشو وبين اي offline brand لسه ما بقتش digitalized, that we have more access to data. عشان احنا we are online, 85% of our customers and revenue are online. ابتدينا نبقى موجودين في retail and we're trying to expand for retail. And also in retail, we try to build data and take insights about that. وأنا شايف إن دي one of our main advantages اللي بتساعدنا نفهم الماركت ون follow up الترندز بشكل أسرع. Being an entrepreneur, أكيد it's very risky. فيعني قول لنا كده إيه كان أكتر قرار ريسكي أخدته أو the most يعني the riskiest decision عملته throughout your career. يعني اعتقد as cliche as it may sound, بس كلنا بناخد risks سواء انا او عمر او محمد او ميرال. انا خايف شويه تكونوا متلخبطين عشان احنا مش قاعدين تحت صورنا. جماعه انا محمد حازم فود بلوجر, عمرو كاشتي كوفاوندر انيو شو, وعمر فود بلوجر. كلنا بناخد, انا مش معاكم اصلا, ميرال مش موجوده في الصوره فمش هتلخبطوا فيها. بس يعني هو لايف اتس اول اباوت ذا ريسك. يعني ديفينتلي ستارتنج ماي اون بزنس 3 ييرز اجو وان اي كوميرس وازنت ا ثينج قوي ساعتها. يعني ممكن احنا عشان من كاتيجوري مختلف, يعني كاتيجوري معينه عارفه الاي كوميرس, عارفه ان احنا يو كان اوردر اونلاين. بس احنا مثلا وان اوف اور توب اند مين تشالنجز 3 years ago ان احنا الناس ما كانتش فاهمه يعني ايه براند اونلاين. It sounds funny دلوقتي عشان خلاص كل الناس بتعمل اوردر اونلاين, خصوصا يعني the e-commerce penetration gets way higher than what it was 3 years ago. كورونا and covid طبعا helped on that a lot. بس 3 years ago leaving your job starting after graduation online brand بتبيع شرابات ساعتها, it was a risk. بس احنا يعني we believe that it will come. ودايما كده when you are one of the first acquirers لحاجه, if it boomed you take advantage. النهارده احنا الحمد لله يعني في position لذيذ قوي عشان احنا we started 3 years ago. We were the first one who produced this kind of item هنا في مصر. فده ساعدنا جدا في البدايه to scale اسرع, to acquire customers اسرع, to grow organically. احنا من 3 سنين we didn't spend a pound on marketing for the first 9 months or almost a year. دلوقتي عشان تعمل يعني اي حد شغال في ميديا بانج او اي حد شغال اونلاين عارف ان ده دلوقتي it's almost impossible. it's almost impossible, مستحيل. بس فكل واحد فينا كل يوم بياخد ريسكس, and we wish that it's worth it. يعني yes and it was worth it, I hope so. طيب عايزه اسالكم كلكم نفس السؤال عشان عارفه ان الاجابه هتبقى very interesting. عايزه اعرف كل حد فيكم يوم في الشغل امبارح كان عامل ازاي. احب شمال. لا والله صورت فيديو الصبح
كان ايه اكسكلوسيف؟ لا عامل اللي هو الهوت شوكليت بوم دي اللي بتحطيها وتحطيها. اوكي كريسماس بقى. الشغل اللذيذ ده. وصورت البشاميل بالليل. اوكي. مامتي شافت البشاميل بعتتهولي قالت لي حازم ما ردش عليك عشان بيعمل بشاميل. بعمل كده الفتره اللي فاتت بحفرك في موضوع البيكنج، بحاول انمي نفسي في البيكنج، فعملت عيش حلو قوي الحقيقه الصراحه. عيش ال 10 دقائق ولا لا؟ لا مش 10 دقائق، ده خد له بتاع 8 ساعات. اوكي. ساوردو؟ لا لا مش لا برضو ماشي. سري؟ طيب انا لا اكيد مختلف. طيب لا انا امبارح برضو كان يوم فيري بيزي لو اقدر اقول كده. ابتديت النص الاولاني من اليوم اناليسز ولابتوب شويه، ارقام كتير وكوميونيكيشنز وايميلز شويه، بعدين عندي فيزيت كبيره قوي يوم الاحد، ويش مي لوك بليز. دي فيزيت دي حاجه زي كده بتبقى زي سم ستوري تشيك واوديت، يعني بيبقى من سينيور مانجرز يعني على الحاجات اللي انا ام ريسبونسبل اون. فا اي سبنت بقى بقيت اليوم في السوق في الفيلد، بتاكد بقى من الاكسكيوشن اون جراوند حاصل بالطريقه الصح، السوك افيلابيلتيز بتاعتنا، بتكلم مع الكاستمرز يعني اند سو تو ميك شور ان ايفرثينج از رايت اند ان بليس للفيزيت ان شاء الله بتاعت يوم الاحد. ولسه طبعا النهارده وبكره في القصه دي شويه لحد يوم الاحد يعني. بس كده. احنا بنشتغل في ويك اندز؟ لا 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 خالص. اوكي خالص. ايه النهارده وبكره ده ساعات بس. عمرو؟ امبارح كان يوم برضو زحمه شويه كده. احنا last week we had a very good يعني black friday الحمد لله، بس الافتر ماس بتاعه كان مكمل. فامبارح كان اول يوم 5 days later نبتدي نفوق كده لبقيه حياتنا. ف we spent some time on the analytics، نشوف ايه اللي حصل في black friday، عملنا ايه غلط، عملنا ايه صح، ممكن نعمل نحسن من نفسنا ازاي السنة الجاية. بعد كده full of meetings بقى، أهمهم كان إن إحنا Christmas is very important for us. We start working on Christmas في أغسطس، يعني كنا بنرجع من الساحل كده وإحنا واخدين تان نبتدي نشتغل على Christmas عشان it's the most important gifting season of the year. فكنا موقفين بقالنا حوالي أسبوع 10 أيام بسبب Black Friday، فبدأنا كده نشتغل عليه بقى ونحط الفاينل تاتشز في كل حاجة. And we were pretty excited to announce publicly what we are doing this year. حاجة exclusive بقى. كايه؟ كريسمس. كايه برضو؟ يعني حاجة exclusive. What are you working on احنا شغالين بشغل يعني كريسمس بجد اتس فيري امبورتنت فور اس. دايما كده بنبسط قوي في السيكريت سانتاز لما دايما البوكس بتاعنا او الباكجينج بتاعنا يبقى موجود تحت الشجره ونشوفه راندوملي كده على انستغرام او الناس تبعت لنا صوره. فاحنا we do the full package يعني from design to packaging to different kind of packaging. فالكونسبت السنة دي اللي شغالين عليه حاجة لذيذة قوي. the whole team put effort يعني put much effort. شغالين عليه بقالنا حوالي 4 شهور and we are pretty excited to announce it next week إن شاء الله. excited. طيب حازم في أي حاجة exclusive ممكن تقولها لنا؟ حاجة اكسكلوسيف ممكن تطلع قريب؟ انا بغير شكل الكونتنت بتاعي تماما الفترة الجاية. جبت كاميرا شغالين عليها انا وبابا. موضوع التصوير بكاميرا صعب جدا بعد ما تكوني بتصوري بالموبايل يعني، بس we are working on it يعني. بنغير الترابيزه اللي بنشتغل عليها دي، نجيب حاجة احسن شوية من يعني الكونتنت سيت اب جديد يعني. الكونتنت على السنة الجاية على بداية السنة الجاية إن شاء الله يكون لي شكل مختلف تماماً يعني إن شاء الله، بس بنفس الايدنتيتي يعني. نايس. سيرجي في أي حاجة إكسكلوسيف؟ كأي أنا ما أي حاجة إكسكلوسيف مش هقدر أتكلم فيها. عندنا فيزيت مش هينفع. بعد الفيزيت إن شاء الله. Thank you so much. اتبسطت قوي النهاردة. اليوم كله البانل كانت لذيذة قوي. وهتبقوا موجودين معنا في السبيكرز لاونج لو حد عنده أسئلة. Sure. لو حد عنده أي أسئلة هنبقى موجودين في السبيكرز لاونج. Thank you for coming today. وhopefully يعني you enjoyed كل الأكتيفيتيز اللي كانت موجودة وhopefully كانت beneficial ليكو.
Thank you. Thank you. Merci, شكرا.